قرار خدتيه في 22، قرار مهم، اهم قرار خدتيه في 22 ان انا اعمل اغنيه وعملتها. ده كان نفسي فيه من زمان. كل الخطوه دي كانت خطوه مؤجله جدا، وكل ما اجي اعملها معرفش ليه تتعطل، كانت بتتعطل لاسباب كمان ساعات كانت ممكن تبقى تافهه. فانا قررت السنه دي ان هي مش هتخلص غير لما اعمل اغنيه سنجل. حد في حياتك قلتي له ستوب؟ قفلتي عليه السنه يعني؟ لا كتير، بس مش يعني حتى لو قلت هما مين الناس مش هتعرفهم. مش لازم، بس حد يعني صديقة، حد بتشتغلي معاه، اي حد، صديق، اي حد، اي حد دخل حياتي نيجاتيف انرجي او طاقة سلبية محيته تماما من حياتي. ممكن تسكي على حد حتى لو بقاله سنين معاكي؟ ممكن جدا. لانه توصلي لمرحله انك انت ما عادش عندك الطاقه انك انت تستحملي اكتر من كده. احنا اوريدي الحياه صعبه، احنا عايزين اللي يسهلها. ودايما بيقول لك احنا يعني ايه، بيقول لك في عندنا مثل جاور السعيد تسعد، مش بيقولوا كده؟ كمان يا لولو الناس بتفلب يعني، فاهمه قصدي ايه؟ موضوع الناس ايجابيه ترفع ده ما بقاش معيار يعني، سنين طويله دي ما بقتش معيار. في ناس بفلب وحتى لو عايشين معاك العمر كله، فانت شود اكسبكت اي حاجه من اي حد في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. بس بنبقى متفائلين يعني، نقول ان شاء الله خير وربنا بيوقع عليك الناس الحلوه لما انت بتبقي حلوه وكده. طبعا. حاجه تاخديها معاكي 22 23؟ المايند سيت الجديد اللي انا بقيت عايشه بيه دلوقتي، اللي هو اللي لسه كنت بقوله لك، انه اللي ده انا برضو لسه كانت بتقول ان هو الواحد بقى من كتر ما احنا عايشين في عالم صعب، احنا عايشين في جنجل تقريبا، والحياه صعبه والسوشيال بريشر صعب والستريس اللي احنا عايشين فيه بيخلي الواحد غصب عنه طول الوقت يبقى ماشي ناحيه النيجاتيف اكتر من البوزيتيف. فان انت تريزيست الحته دي وتقاومي وتعرفي ان انت تصحي الصبح وتبراكتس مع عقلك ومع جسمك ومع تفكيرك ان انت لا في امل، لا في خير، لا انا رايحه في اتجاه ان شاء الله احسن، اللي فات ما كانش زي ما انا عايزه. بتعملي ايه عشان تعملي ده؟ بتعملي ايه؟ تصحي الصبح مكتئبه؟ فريدي مثلا، انا محبطه، انا ما جاليش شغل، انا مكتئبه، انا حاسه اني ما عملتش حاجات كتيره في حياتي والسنه الجديده جت. بصي، هو بيقول لك انه جسم الانسان قبل ما ينام واول ما يصحى هو اكتر فتره تبقي ريسبتيف لاي حاجه، او ممكن تدخلي طريقه تفكير جديده لجسمك وعقلك. فاني مثلا بصحى الصبح، هو في حاجه اسمها الكونشس اند سب كونشس. السب كونشس انت ممكن تضحكي عليه لما توصلي له حاجات، لان هو ما بيعرفش يفرق بين ايه الحقيقه وايه الخيال. فانا تقولي لنفسك يعني اقعد لنفسي اقول انا ناجحه، انا محظوظه، انا حلوه، وايه ريبيتيتيف يعني، تفضلي تقوليها لنفسك كتير. محظوظه بس كل واحد فينا جواه حاجات شايفها مش هو ده اللي شايف نفسه فيها. تفضلي تقولي لنفسك كده، فيجوالايز، تشوفي نفسك مثلا انا عندي فيلم عايزاه ينجح، افضل افكر انا نجاحي عامل ازاي، لما اروح السينما الناس هتقول ايه، هاخد ريوردز عليها. تفضلي فيجوالايز ذا سكسس. انت بتعملي كده؟ بقيت بعمل كده، لان انا 2022 ما كانتش احلى السنين بالنسبه لي. حصلت لي زي ما قلت لك موقف اللي تعبت فيه ده، قعدت شهرين مش عارفه السبب كمان. يعني ناس شويه قالوا لي بكتيريا في الدم، وشويه يعني شويه تفاصيل كده، مش عايزين نتكلم، احنا بتعرفين انا بحب الفرفشه والضحك، ما بحبش اتكلم في الزعل لانه عدى. بس 2022 ما كانتش احلى السنين بالنسبه لي. عدى عليا موقف كتير في الشغل وفي حياتي يعني مش احلى. بقيت لا ان شاء الله سنه حلوه، هي عدت علمتني كتير قوي، اتعلمت منها الصبر، اتعلمت ان احنا نحمد ربنا على الحاجات اللي عدينا بيها، اتعلم اني ازاي اعدي الموقف واحس ان هي حاجه كويسه هتحصل لي من الموقف ده، هتعلمني الحاجه الجديده. يعني اتعلمت السنه دي بالنسبه لي سنه عارفه لما المواقف الشديده اللي اتعلمك، اتعلمت سنه التعليم، اتعلمت الادب فيها، اتعلمت الادب. والله العظيم ما يسلم، اتعلمت الادب في وتعلمنا الادب. انت عارفه حاجه يا لولو، احنا عشان قريبين من بعض قوي فايتس كونتيجس في البيت، يعني لو واحده فينا مودها حلو احنا الثلاثه بنتاثر، لكن لو واحده فينا وحشه جدا انتوا